بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد أيضا، فإن الله تبارك وتعالى خاطب أحب الخلق إليه وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لهم: أما آن الأوان لقلوبكم أن تخشع؟ أما حان الوقت لقلوبكم أن تخشع لذكر الله؟ استبطأهم وعاتبهم وحذرهم مما حدث لأهل الكتاب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال عبد الله بن مسعود، والرواية في صحيح مسلم: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. قال: فجعل بعضنا ينظر إلى بعض ويقول: ما أحدثنا؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ كأن الله تبارك وتعالى يقول للصحابة الكرام السابقين الأولين: أين الخشوع؟ أين خشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق؟
والخشوع حالة قلبية. الخشوع تغيرات تعتري القلب، حالة معينة تعتري القلب ينكسر بعدها لله ويستكين لله ويقبل على الله ولا ينشغل إلا بالله، يتأثر بكلام الله ويستجيب لأوامر الله. الخشوع خشوع القلب وينتج عنه خشوع البصر وخشوع الجوارح والأعضاء، ينتج عنه الخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ينتج عنه الخشوع عند سماع القرآن. فأهل الإيمان لما يسمعوا القرآن يبكون، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يبكون عند سماع القرآن وعند قراءة القرآن وتلين قلوبهم للقرآن، يتأثرون وينفعلون بالقرآن. يخشع البصر ويخشع السمع ويخشع المخ لله والعظام. كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول في ركوعه وفي سجوده: خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي، كل جسمي لله رب العالمين. بعد 4 سنوات من إسلام الصحابة الكرام الجيل الأول المهاجرين نزلت هذه الآيات: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. استبطأهم الله وعاتبهم فرجعوا إلى قلوبهم وانشغلوا بقلوبهم وركزوا في أحوال قلوبهم حتى وصلوا إلى الخشوع الذي يحبه الله والذي طلبه الله عز وجل منهم، وصلوا إلى درجات عالية في الخشوع. المقصود السنين، كلما مرت السنين كلما مرت السنين هناك تأثير إيجابي يجب أن يكون في قلبك يظهر في الخشوع، وأيضا السنين لها تأثير سلبي مذموم على الإيمان. فالسنين لما تمر إما تزيد المؤمن إيمانا وخشوعا وخضوعا وقوة في دينه، وإما والعياذ بالله تسبب ضعف الإيمان أو نقص الإيمان أو شيء من النسيان أو التراخي في أمور الدين أو التسيب أو الإهمال في أمور الدين. السنين طول السنين يا إما لها تأثير محمود أو تأثير مذموم، إما تأثير إيجابي أو تأثير سلبي. كل ما تعدي السنين عليك حاجة من اتنين: يا إما بتتحسن وتتقدم وترتفع في سلم الإيمان، وإما أنك تتراجع إيمانيا تتسيب وتتراخى في أمور دينك. فانظر أخي
ماذا فعلت بك السنوات الماضية طول السنين؟ ماذا فعلت بك السنوات الماضية؟ هل تسببت في قوة دينك وإيمانك؟ هل تسببت في شدة خشوعك وخضوعك لله؟ أم تسببت لك في شيء من التراخي والتسيب والتراجع في أمور الدين والإيمان؟ سنين لا تأثير في كل شيء، طول الأمد، طول العمر. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب لميقات ربه، بعض بني إسرائيل عبدوا العجل في غيابه، وأخبره الله سبحانه وتعالى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ وعدهم الله قبل هذا اليوم، قبل أن يخرج موسى لميقات ربه، وعدهم الله بالنصر، وعدهم الله بالمغفرة، وعدهم الله بالمن والسلوى، وعدهم الله أن ينزل على موسى كتابا يقرؤونه يعرفون فيه ماذا يحب الله وماذا يكره الله. وعدهم الله وعدا حسنا على لسان نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. لما ذهب موسى لميقات ربه، بعضهم نسي وبعضهم تعمد. المقصود أن موسى لما رجع قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم الأمد؟ لأن طول الأمد بينسي، طول الأمد قد يتسبب في نقصان الإيمان، شيء من الإهمال، شيء من التراخي في أمور الدين، شيء من التراجع في أمور الدين وتنفيذ الأوامر. فسيدنا موسى بيسألهم: طال عليكم الأمد؟ طول الأمد خطير، خطير، يؤدي إلى التقصير في حق الله. إلا على من رحمهم الله، لا يتأثرون بطول الأمد. الذين رحمهم الله لا يتأثرون بطول الأمد، ولكن كثيرا من الناس للأسف الشديد يتأثرون بطول الأمد وطول العمر ومر السنين. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ طال عليكم الأمد. كثير من الناس ممكن يتراجع عندما يطول عليه الأمد، يتأثر تأثيرا سلبيا مذموما، يتراجع في قوة الإيمان وفي درجة الإيمان بسبب طول الأمد. أيضا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بلغ قومه أن نبيا سيأتي اسمه أحمد، محمد صلى الله عليه وسلم، أمته خير الأمم، ووصاهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما بعث رسول الله
كذبوه. فقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمد. ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، لما أوحينا إلى موسى أن محمد آخر الأنبياء والمرسلين وأمته خير الأمم، ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكن أخبرنا موسى بهذا، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمد. فنسوا هذا وجحدوه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسوا وجحدوا وأنكروا وكذبوا، هكذا يفعل طول الأمد، هكذا يفعل طول الأمد، يسبب النسيان أو التراخي أو الجحود أو النكران ونسيان النعم. أيضا كفار قريش عاشوا في نعم كثيرة جدا طويلة، متعهم الله ونعمهم الله ولم يبتليهم بعقاب أو عذاب أليم شديد، حتى نسوا أن الله شديد العقاب، حتى نسوا أن الله هو القهار الجبار المنتقم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. متعناهم حتى نسوا أن الله جبار منتقم، عاشوا في نعم كثيرة جدا وأثرت فيهم السنوات وتعودوا على هذا النعيم، وكفروا بالله وأشركوا بالله. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، طول العمر يخلي الإنسان شاكر قوي، يا إما يبقى جاحد. السنين لها تأثير على حالة الإنسان القلبية، السنين لها تأثير على حالة الإنسان القلبية، يتأثر ربما ينسى أو يجحد، ربما يقصر. فأنت أخي بعد سنوات، بعد سنوات من إيمانك، بعد سنوات من التزامك، ما حالك بعد هذه السنوات؟ قلبك رقيق؟ قلبك طري لين؟ أم قلبك قاسي؟ ما الذي حدث معك؟ ما الذي حدث معك؟ هل تشعر بدقة في قلبك؟ هل تشعر بلين في قلبك؟ أم تشعر بقسوة وغلظة في قلبك؟ هل تشعر بتراجع في مستوى إيمانك؟ هل تشعر بتراخي أو تسيب؟ أم تشعر أنك تتقدم وتزداد لله خشوعا وخضوعا؟ أسأل الله أن يصلح أحوالنا القلبية والدينية والإيمانية، أسأل الله أن يشفي صدورنا وأن يطهر قلوبنا وأن يزكي نفوسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. قال الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظًا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، النسيان طول السنين وطول الأمد خلتهم ينسوا بعض الأحكام، بعض الآداب، بعض الأوامر، سنين طول العمر، الانشغال، أحوال الدنيا، نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. سبب العداوة والبغضاء نسيان جزء من الدين. أي ناس يطول عليهم الأمد ويضيعوا جزء من الدين العقوبة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء سببها ناس يقصروا ينسوا، سبب طول الأمد طول العمر، حاجات عملوها زمان ونسيوها، حاجات خير، أمور تمسكوا بها قديما وطبقوها ونفذوها ثم نسوها بسبب السنين طول العمر طول الأمد. هذا التصرف يؤدي إلى العداوة والبغضاء سنة، هذه سنة الله. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. الوقت لما يجري، الوقت لما يعدي، العمر لما يزيد، في تغيرات إما إلى الأحسن وإما إلى الأسوأ. إما إلى الأحسن الخشوع يزيد زي الصحابة كده، ربنا لما استبطأهم وعاتبهم خشعوا لله، خشعوا في صلاتهم، خشعوا في قراءتهم، خشعت أبصارهم وأسماعهم وعقولهم وعظامهم وجوارحهم لله رب العالمين خشوعا حقيقيا. كان سيدنا حذيفة رضي الله عنه وارضاه يتعوذ بالله من خشوع النفاق. سأل: ما خشوع النفاق؟ قال: الخشوع الظاهر، ان واحد يمشي كده يبقى مستكين في مشيته او مستكين في ملبسه، ناس عليه ده خاضع خاشع، وفي الحقيقة قلبه لم يخشع لله ولم يخضع لله ولم يستسلم لله ولم ينكسر لله ولم يتأثر بأوامر الله سبحانه وتعالى. هذا خشوع الظاهر، هذا خشوع الظاهر. خشوع القلب أهم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ويعبث في لحيته، قال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. الذي يتحرك في الصلاة كثيرا يعبث أو يسرح أو ينشغل، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يغيبون عن الدنيا وينشغلون بالله، يستكينون وينكسرون لله، يتأثرون بما يقرؤون من القرآن وبما يستمعون له من القرآن،
قلوبهم حاضرة في الصلاة، أعضاؤهم خاشعة وهادئة وساكنة لله. هذا خشوع القلب، أما خشوع الجوارح من الظاهر فقط، سن يمشي مشية كأنه خاشع، أو يلبس لباسا، أو يتكلم كلاما، وفي الحقيقة قلبه لم يخشع طول الأمد. احذر أخي، بني إسرائيل حدث فيهم حدث، شباب قتلوا عمهم ليأخذوا ميراثه، عمهم عمره طويل ولا وارث له إلا هم، مجموعة من الشباب، فقتلوا عمهم وألقوا جثته أمام قوم آخرين، رموا التهم على ناس تانية حتى لا يحرموا من الميراث. وضاعت الحقيقة، الناس التانيين يقولوا مش احنا اللي قتلناه، والشباب يقولوا ده عمنا مش احنا اللي قتلناه، وما فيش شهود، ما فيش أدلة، ضاعت الحقيقة. فأوحى الله إلى نبيه موسى يأمرهم أن يذبحوا بقرة، فلما شددوا في الأسئلة شدد عليهم، وأخيرا ذبحوا البقرة، ذبحوها وما كادوا يفعلون. وربنا أمرهم أن يضربوا القتيل بأي جزء من أجزاء البقرة المذبوحة هذه، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. وفعلا القتيل استوى قاعدا، عاد إلى الحياة، وقال قتلني فلان وفلان ولد أخويا، رجع للحياة. والناس شافوا الآية، شافوا الآية. وربنا يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، قلوبهم قسيت من بعد ما رأوا الآية، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد. قلوب زي الحجارة أو زي الصخر، قلوب زي الحجارة أو زي الحديد. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد. الوقت لما يعدي القلوب بتقسى، العمر لما يعدي، الزمن لما يعدي له تأثير، إما محمود أو مذموم، إما إيجابي وإما سلبي. الزمن يزود إيمانك بإذن الله، أحوالك القلبية والإيمانية والدينية تتحسن وتقوى، وإما أن تتراجع وتتناقص وتتأثر قلبيا وإيمانيا. فأنت أخي الحبيب بعد هذه السنوات من إيمانك والتزامك، ماذا فعل بك طول الأمد؟ هل أنت في خير حالة؟ قلبك بخير؟ خشوعك في زيادة؟ أم أنت في نقصان وتراجع؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أسأل الله أن يلين قلوبنا للإيمان، اللهم رقق قلوبنا للقرآن، اللهم لين قلوبنا للإيمان ورقق قلوبنا للقرآن، اللهم طهر نفوسنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه، اللهم ارزقنا إيمانا كاملا
اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا ودينا قيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا كشفته، ولا هما ولا غما إلا نفسته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وقوي شوكة المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل خير الإسلام على يديه، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده إلى نحره واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، واشف قلوب قوم مؤمنين. اللهم اشف قلوب قوم مؤمنين، اللهم اشف قلوب قوم مؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.